للمزيد ينضم إلينا الآن من الخرطوم مراسلنا خالد عويس. خالد أهلا بك معنا. يبدو بأن السلطات السودانية حتى اللحظة مستمرة في إحصاء عدد المتضررين وحجم الضرر الذي لحق ربما حتى بالبنية التحتية جراء هذه الفيضانات والسيول. المزيد معك. صحيح داليا، 104 قتيلا بالإضافة إلى 96 مصابا وقرابة 80 ألف منزل دمرت بشكل كلي أو جزئي على امتداد السودان جراء هذه الأمطار والسيول. هذا علاوة طبعا على مرافق حكومية ومتاجر ومخازن وأراضي زراعية بطبيعة الحال، يعني تترك الآلاف ربما من السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة في معاشهم عرضة طبعا لمخاطر ناجمة عن تدمير مزارعهم في شتى أنحاء السودان. الأرصاد الجوية داليا تتوقع هطول أمطار في القضارف وكسلة والبحر الأحمر شرق البلاد، أمطار غزيرة، وهذا إضافة إلى غرب دارفور في غرب البلاد، الأمر الذي قد يفاقم المعاناة الإنسانية هنا داليا. الأمطار مستمرة في عدد من ولايات السودان من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة أحيانا، وهذا يضاعف الكارثة حتى في المناطق التي تضررت سابقا حيث يصعب الوصول بطبيعة الحال إلى المتضررين. هناك مساعدات قدمت من عدد من الدول الخليجية عبر جسور جوية ونصب مخيمات للمتضررين، كذلك هناك جهود محلية سودانية من قبل السلطات السودانية من بينها الجيش طبعا من ضمن المؤسسات التي تقدم يعني مساعدات مباشرة إلى المتضررين حسب البيانات الرسمية من قبل القوات المسلحة السودانية وكذلك من بعض القوى السياسية والمنظمات التوعية المحلية. أيضا داليا هناك مخاوف طبعا من انتشار أوبئة مرتبطة عادة بفصل الخريف وانتشار الذباب والبعوض بكثافة طبعا في هذه المرحلة، حتى هنا في الخرطوم هناك مخاوف من انتشار مثل هذه الأوبئة داليا. نعم، شكرا لك مراسلنا خالد عويس، كان معنا من الخرطوم.